بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا النهارده جايه لكم وهنعمل معاكم حبه مخلل تحفه ومجرباه، بس طبعا زي ما انتوا عارفين انا حامل وخلاص داخله على ولاده، فقلت اعمل حاجه جميله في البيت عشان تفتح نفسي على الاكل وانا والده. نعمل مخلل جزر، بطاطس، خيار، بصل، ليمون، فلفل بسيط حراق. ما تستغربوش من مخلل البطاطس، بس ده بيبقى طعمه تحفه. مخلل الجزر ما بيتقشرش وما بيتغسلش، لانه بيتقشر بعد ما بيستوي علشان خاطر ايه؟ يشرب من المحلول الملح اللي هنحطه. وهنبدا معاكم الاول حاجه ازاي نرص المخلل بطريقة صح. كل حاجة تستوي لها أولوية، فالجزر انت عارفين ان هو بياخد وقت، فهنحطه أول حاجة. نرص أول حاجة الجزر عشان ده بياخد وقت في التخليل عن أي خضار. انت هتساعدني يا سمير؟ أيوة أنا مساعد بتاعك. ماشي ناولني. يلا نحط واحدة عكس التانية، كل جزرة عكس التانية، عشان لما المية محلول الملح بتاعه اللي هينزل عليه يتشرب في كل حتة في المخلل. أنا من النوع اللي بحب المخلل جدا، ودي حاجة جميلة لازم تبقى موجودة في أي بيت عشان بتفتح النفس على الأكل، أحسن من اللي بيجي من بره جاهز. عارفين بقى الأيام دي الحاجة بره ما بتبقاش حلوة. كده حطينا الجزر، لان الجزر بياخد وقت عن اي مخلل. اللي بعد كده البطاطس، مخلل البطاطس برضو بنفس القصة بتاعت الجزر، بيتحط بقشره وبيتقشر بعد ما بيستوي عشان ما يتهريش وما يدوبش في المحلول بتاعه. نرص البطاطس، كده رصينا البطاطس فوق الجزر. الجزر بياخد وقت، بعد كده البطاطس، بعد كده ناخد البصل والليمون. معانا بصل احمر صغير، حاجات برضو كلها بسيطة، بس عشان اعرفكم احنا بعد كده ان شاء الله هنخلل كميات كبيرة وهبقى اوريكم بتتخلل ازاي، بس احنا بناخد كميات بسيطة دلوقتي عشان اوريكم ازاي المخلل في البيت. بعد كده هنحط الليمون، ليمونتين بس كفاية كده، او ليمونة، معاك ليمونة تانية. بصوا كده فراغات بسيطة عشان يتشرب منها المحلول. بعد كده هنحط الخيار، والخيار ده بيبقى اخر حاجة عشان ده عارفين ان هو ما بياخدش سوا، برضو بينحط سليم، ولما بيطلع بيتقشر وبيتقطع حلقات، وهبقى اوريه لكم برضو لما يطلع ان شاء الله، او لو انا بقى والده وخلاص كده مش هقدر اعمل وقتها والعيال يطلعوه واوريه لكم برضو. انتوا عارفين ان الحاجه البيتي بتبقى انضف من بره 100 مره، لان الايام دي الحاجه مش مضمونه، لا المخلل ولا اي حاجه تيجي من بره مضمونه، لكن الحاجه في البيت كده انضف واحسن. ودي طرق جديده للمخلل، بس طرق حلوه هتعجبكم. نحط بقى الفلفل، فلفل برضو بسيط جدا لحد لما نعمل كميات كبيرة واوريكم، عشان ما يبقاش حراق جامد عشان الولاد، وفي نفس الوقت بيديله طعم. وده شكله بعد ما خلص، يبقى جميل جدا. نحط عليه المحلول واوريه لكم، تابعونا.
تعالوا يا جماعه مع بعض اوريكم ازاي بقى نعمل المحلول الملحي بتاع الخل. المحلول دوت عباره عن 3 لتر ميه، 15 معلقه ملح خشن. الملح الخشن ده مهم جدا جدا جدا. طه دلني عليه بس بصراحه طلع تحفه، لان مليان بالاملاح المعدنيه وما بيعليش الضغط. انتوا عارفين طبعا ان الملح اليود العادي بيعلي الضغط، وطه عنده الضغط. فانا بصراحه لما جربته، وحتى جربته في فسيخ، ابقى اوريه لكم تاني. انا جربته وطلع تحفه، وابقى اعمله معاكم تاني واوريه لكم. ما بيعليش الضغط وجميل جدا. ومقدار الملح 15 معلقه سكر، وكل لتر ميه بيبقى معاه كوبايتين خل عشان يديله مزازه ويديله طعم كويس، بيحافظ على المخلل عشان ما يدوبش. نحط الملح بقى عشان نقلبه. اتفضل. لا بس انا ماما بحب المخلل بتاعي صراحه، طعمه جميل. ايوه الحاجة اللي بتتعمل في البيت نظيفة بتبقى حلوة. عايزة بقى تعمل لنا ليمون. هعمل لكم ليمون ونعمل زيتون وهنخلي معاهم الفسيخ. شفت الفسيخ لما جربناه بالملح اللي هيخش عامل ازاي؟ وكمان صحة على الملح اليود اللي معاه. مش حاجات. هو بياخد وقت شوية على ما بيدوب، بس عشان ايه؟ فسك. عشان خشن. عايز تقلب شوية؟ أيوة صحيح. ماشي. ملح خشن مش مهم. هو بياخد وقت شوية بس هو صحي. عشان هو خشن. إن هو صحي لما حطيناه على الفسيخ ما علاش ضغط بابا ولا تعب جنابي. أنا كنت باكل الفسيخ العادي بتاع الشارع بلاقيه بتعبني، لكن كلت الفسيخ اللي هو العادي اللي عاملينه بالملح الخشن دوت بجد صحي من النوم ولا كاني واكلاه. فانا اتاكدت ان الملح الخشن ده جميل جدا وصحي عن الملح اليود اللي بيعلي الضغط ويعمل املاح ويبهدل الدنيا، وفي نفس الوقت ما بيهريش المخللات زي الملح اليود العادي. كده تقريبا قلبناه كويس اهو. هننزل بالسكر 15 معلقة بنفس مقدار الملح. السكر بنجر ده؟ لا ده سكر عادي. السكر بالملح كل كوبايتين خل ينزلوا على لتر ميه. احنا حاطين زي ما متفقين مع بعض 3 لتر ميه، يبقى كده هنحط 6 كوبايات ايه؟ خل عشان الخل بيحافظ عليه عشان ما يدوبش، وفي نفس الوقت بيديله الايه؟ المزازه. عملت تكحيت مضاعف صوت ايه؟ أربعة. كده زي ما اتفقنا مع بعض 3 لتر مية عليهم 15 معلقة ملح خشن، 15 معلقة بنفس المقدار سكر، و6 كوبايات خل لكل لتر، كوبايتين خل عشان يديله المزازة. قلبناهم مع بعض كويس كده. خلاص كله تقريبا داب اهوت. هنبدأ دلوقتي ننزل بالمخلل بالمحلول. يلا يا سمير بالراحة.
بسم الله. هنديله كفايته واللي هيتبقى نرميه مفيش مشكله، بس اهم حاجه يكون المخلل وشه متغطي بالميه علشان ايه؟ كفايه بس. تمام كده، ما تبقاش كتير، اتبقى بتاع نص لتر ميه، فمش قصه ان احنا نرميها، بس اهم حاجه يبقى معانا بزياده علشان يغطي وش المخلل. محتاج كمان حبه هنا، عشان يبقى مستوي من كل ناحية، ميبقاش من فوق ني ومن تحت مستوي. بعد كده بنغطيه، نكتم عنه الهواء خالص ونقفله ونسيبه لمدة شهر، ونطلع نشوف طعم الخيار معانا ايه. ان شاء الله هيعجبكم، وان شاء الله نعمل مع بعض مخللات جديدة. لسه في مخلل بصل، مخلل زيتون، مخلل بطاطس. انا عايزة اشوف مخلل البطاطس ده يبقى شكلها ايه، عشان بصراحة اول مرة اجربها، بس شكلها هتطلع حلو ان شاء الله. وزي ما قلت لكم ان انا خللت الفسيخ، هخلل معاكم فسيخ تاني عشان اوريه لكم بيتعمل ازاي، وان شاء الله هيعجبكم. وقولي لي ايه رايكم.